ده بحلف لك بيه في ايه مفاهيم. انا ما كلمته وقلت له اعمل شغلك بالهدايا، بلاش الهواجه دي، الدنيا مش هتطير. لكن تقول لي مين؟ كان واخد كل حاجه عافيه وعامل لي فيها ابو العريف. مسكين حظك زي الطين يا عبده. تصور النهارده كانت قدامه فرصه عمره، وهي طارت منه. ليه؟ كان هيعمل ايه؟ كان هيبقى صاحب محل. صاحب محل؟ ازاي الكلام ده في مكاني؟ ايوه والله كان هيبقى صاحب محل. من كام يوم عدى عليا وقال لي ان اشوف له محل يعني. والنهارده بالذات ربنا فرجها وقدرت اتفق له مع مرات المعلم فرغلي الله يرحمه. مرات المعلم فرغلي؟ طب ده هيجيب لها فلوس منين لا مؤاخذة؟ كان مستعد. النهارده كان هيبصم الكونترات. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا فندم؟ الواد عبده معاه الفلوس دي كلها؟ امال يعني كان بيهزر؟ جابها منين الفلوس؟ ربك بيرزق يا مرسي. سمعين الواد ده من اول ما شفته قلت الواد ده مخه نضيف وحرك وهيبقى معلم من معلمين المكان. من النهارده مالكمش شغل عندي، كل واحد ياخد حسابه ويتفضل. ايه اللي حصل بس يا حاج؟ احنا عملنا ايه يا حاج؟ في ايه كفلة الشر يا حاج؟ خش في عبي يا واد انت وهو، خش في عبي. مش عارفين عاملتكوا السودة؟ عملت ايه بس يا حاج؟ انا ما عملتش حاجة يا حاج. واللي حصل لعبده ها؟ مين اللي وراه؟ مش انتوا؟ كان اذاكم في ايه عشان تعملوا فيه العملة السودة؟ واحنا بس هيكون بيننا وبينه يا حاج؟ بتسألنا انا؟ كل واحد فيكم يسهر روحه ويكون في معلومكم الجدع ده لو جراله حاجة انتوا التلاتة هتروحوا في الحديد. فاهمين اللي بقوله ده ولا لا؟ انا عن نفسي ماليش ذنب في حاجة يا حاج. ولا انا يا حاج. ان شاء الله عدا بعينيا ماليه قد في الموضوع ده. مين اللي كان جوه في المخزن قبل عبده ما يخش ويحصل له اللي حصل؟ انا هخلص ذمتي من ربنا واحكي لك اللي حصل يا حاج. حصل ايه انت؟ انا كنت قاعد بشتغل في المخزن اللي جوه، وبعدين لمحت الرئيس مرسي دخل المخزن اللي جنبي. وبعدين لقيته بينزل حاجات من المطرحه ويحطها تاني. حتى انا استغربت، ده عمره ما كان بيسوي حاجه بايده. كان حتى لما يعوز يعمل حاجه زي كده كان بيطلب مننا ان احنا نعملها. وبعدين سمعته بيتكلم مع عبده ويقول له نزل الحاجات دي يا عبده. ها بعدين؟ وبعدين يا دوب هو خرج من هنا ومفيش دقيقتين وسمعت صوت الخرده كلها بتوع وعبده بيصرخ يقول الحقوني. انت متاكد من الكلام اللي بتقوله ده؟ ربنا يحاسبنا على كل كلمه قلتها لك يا حاج. أني كان قلبي حاسس.